Yes. Sorry, such an ultimate thing at home. Rose vexasti. ارحمنا الله وترافع علينا اسمعنا ويعيننا واقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا يا
المسيح الان ينعم علينا وعليهم بالعافيه واشفى. اغفر لنا خطايانا يا رب. تعهدهم بالمراحم ورفعت فيهم جميعا. انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سوء وروح الامراض طرد. والذين قاموا تحيط الامراض قمهم عزيهم المعذبون روح جسدكم جميعا لنفسكم المخلوق في السبب او المقبوض عليهم فوضي تمر ربعتكم جميعا وارحمهم لانك انت لك المربوطين في المساقطين. رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف خمس رب رحمة نعمة ومعطية برودات يا خلاصا أعطي غفران خطايا وأثام نحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفية أجسادنا عافية. أيها الطبيب الحقيقي لدينا أنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك نسألك من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبائنا وأخوتنا المسافرين والذين يضمن الوصف في الموضع كي يسهل طرق مجمعين كان في البحارة والأنهار والبحيرات أو الطرق المسلوك أو الجو المسافرين بكل نوع لك المسيح لا نردهم إلى مسكنهم سالمين. اغفر لنا خطايانا يا رب. والذين يضمرون السفر في كل مكان سهل طرق مجمعين كان في البحارة والأنهار والبحيرات أو الجو الطرق المسلوك والسالكين بكل نوع عن كل أحد بكل موضع ردهم إلى منان هادئ من الخلاص. تفضل أصحابهم في الأخلاق أصحابهم في المسير ردهم إلى منازل بالفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاض. نحن فلنسبح مع الملك المجد لله في العائلة وعلى الأرض الناس المصر نسبحك وبرك مجدك لعظم مجدك رب الملك قال الآب ضابط كله الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح ابن الله الرب الإله حمل الله ابن الآب رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اغبط البطن إليك يا جالس عن يمين ارحمنا تحت قدوسا تحت عالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله بارك كل يوم وأسبح اسمك قدوس أبد وإلى أبد الأبد كلها أمين. منزل لي الروح تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك هي نور على الأرض أطلب في طرقك لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب مع صوت الغداء أقف أمامك وتراني. Holy God, Holy Mighty Virgin have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, exclusive have mercy on us. God, Holy Mighty, Holy Immortal, Rosam, dead and sent to the heavens, have mercy on us. Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the age of all ages, amen. Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. Our sins, O Lord, forgive us. Our iniquities, O Lord, forgive us. Sick people, heal them for the sake of your holy name. Without sin, Lord, have mercy on us. O you, without sin, Lord, help. مصعقين نقول بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين فين بخريسوس إيسوس بنجو استأمين الليلوية غيرينات انت يولي صوية ثم برسنس انسيوني فين Ben choices of the Christos and if can and no.
ينستين بشليل صيب بصوت ان نفسي شي بيطوفو انتي مسمي صوبي شبرنا في مبنوتي السم هو الذي رفع موسى على الجبل أخذ لنا الناموس من قبل الرب الإله إنستيان بشليل إلي سيب شويد في وسنوه من دانيل فلخن فلقس النيموه ربنا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما واربعين ليلة حتى خلصنا من خطايانا قانون هون مرن رنستيفين خن اوتو ظونم او مسمية وهنتن اير بروسف شستي اف او شيفو لنجو اموس ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد شيريني أوتي بارسينوس يورو إمينا ليسيني شيري بشوشون تي بنجن ساري إكفونان إمانو إيل انتي هو عريفين مبي أوتي إبروس تاتي سيتن هوت نارم بن شويسيس بخيرستوس وفي نانيفو افشان قوسين بين ليلو يا شريناني في اغو وهم اوجي اجي وسمين الليلو يا بي اوفا بن نوتي بن ارز في ناري يا غنستراتي انا انجلي كن مني تغمان بوراني ينتف كان النوفي نانيفو ابخرو اوشي نافي فولي جنب قيم بقايتر ونوسا جي أفو شفرك سنتي إيكو ميني بهم بشوي سارية قنونا شوي سنيوتينا بوستولوس بيأجفس نافي ماثي تستفكان النوفينا شيرينك وبي مرتيروس شيري بي إف أنجيلسي بوستولوس آفا ماركوس بسي أوريموس بهم بشوي سارية قنو بثي أوريموس رمجيلستيس آفا ماركوس أبوستولوس تفكان النوفينا نيفور شيرينك وبمرتيروس شيري بتشوي جنجني او شيري بياسلو فورس بشوي سبور غوارجيوس بهم بشوي سيريا كنو بياسلو فورس مرتيروس بشوي سبور غوارجيوس تفكان النوفينا نيفور شيرينك وبمرتيروس شيري بتشوي جنجني او شيري بياسلو فورس بياجيوس كيري ابنو بهم بشوي سيري يغنو بيتلو فوروس مارتيروس بياجيوس كيري ابنو بتفكان النوفي شربنيوت انطونيوس بي خبس انتتي متمونة خوش شربنيوت افا بابلي بي من ريت انت بخريستوس شوي سيري يغنو نشوي سنيوت يمينو شيري ابا انطونيوس نابا بابلين تفكان النوفي ناني انسو اري سمسي قن خيني ماتشو سي طريق انخيطو تشوس نفترين تسوطو قس اتو ينبر سنو سنسيوني فين ناتي هم في طاري ماس بنسو تيرن اغاثو سنتف اولينا خيسي فول هارون نفس امنينا ننتيريني شيريني او تي بارسين سورو مينا ليسيني شير بشوشون تي بنجنو ساري اقفونا امانو ايل انتي هو اري بن مبي او تي ابرو ستاتي سيدن هوت رم بن شويسز بغرستو ستفكان النوفي عن إيفور Call you the mother of the true light, we glorify you, O Saint Theotokos, for you have brought forth unto us the Savior of the whole world. Amen, saved our souls. Glory be to you, our Master, our Christ, the Prayer of the Apostles, the crown of the martyrs, the joy of the righteous, and the firmness of the church. Forgiveness of sins, we pray. The Holy Trinity in one Godhead, we worship Him, we glorify Him. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord bless us. Amen. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي له في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا على عهد بلاص البنطي لما كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه فدنيت في مجدية دين الأحياء الأموات الذي ليس للملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصف الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا تنغوش تيفو الخائط هي انتي أناستاسي سنتيني رضموت تنبيون تبيون اسني ومي Oh.
عفوك عنا فقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. آمين. كريا ليسون. بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. نبوات باكر يوم الجمعة من الاسبوع الثاني من الصوم المقدس. بركات على جميعنا امين. سفر التثنية لموسى النبي بركاته علينا أمين. هذه جميع الوصايا التي أمركم بها لتعملوها لكي تحيوا وتكسروا وترسوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم بها. وأذكر جميع الطرق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه 40 سنة ليعويك ويمتحنك يعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن في البرية الذي لم يكن يعرفه آباؤكم لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يحيى الإنسان ثيابك لم تبلى عليك ورجليك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الرب الرجل ابنه هكذا يؤدبك الرب إلهك. فاحفظ وصايا الرب إلهك وسر في طريقه واخشه لأن الرب إلهك يدخلك أرضا جيدة واسعة حيث الإرادة الأودية وينابيع الغمر تنبع من بقاع والجبال أرض حنطة وشعير وكرم وكرم وتين ورمان أرض زيتون زيت وعسل أرضا لا تأكل فيها خبزك بتقدير ولا يعوزك فيها شيئا أرضا حجارتها حديد ومن جبالها تقطع النحاس فتأكل وتشبع وتبارك الرب إلهك لأجل الأرض الصالحة التي أعطاها إياك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه التي أوصاك بها اليوم لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا حسنة وسكنت فيها وكسر بقرك وغنمك وفضلتك وذهبك وكسر كل مالك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من العبودية القاسية الذي سيرك في البرية الشاسعة المخيفة حيث الحياة المحرقة والعقارب والعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك الماء من صخرة الصوان الذي أطعمك المن في البرية الذي لم تعرفه أنت ولم يعرفه آباؤنا ليزلك ويمتحنك حتى يحسن إليك في أيامك. لا تقل في قلبك أن قوتي وقدرة يدي هما أنشأتا لي هذه القوة العظيمة اللي هي الثروة. فأعلم من قلبك وأذكر الرب إلهك فإنه هو الذي أعطاك القوة لتعمل به الثروة لكي يفي بعهدي الذي أقسم به لآبائك كما في هذا اليوم. وأن نسيت الرب إلهك متغافلا واتبعت آلهة غريبة تعبدها فأنا أشهد عليك اليوم السماء والأرض بأنكم تهلكون هلاكا كباقي الأمم التي أبادها الرب الإله من أمام وجهك كذلك تهلكون لأجل أنكم لم تسمعوا لصوت الرب إلهكم. اسمع يا إسرائيل إنك اليوم جائز الأردن لتدخل وتملك أمما عظيمة ومدن كبيرة محصنة إلى السماء شعبا عظيما طوالا حسنا بني عناق الذين عرفتهم وسمعت بهم
من يقدر أن يقف أمام بني عناق؟ فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو يعبر أمامك كنار آكلة، هو يبيدهم ويهلكهم من أمام وجهك، فتطردهم وتبيدهم سريعا كما تكلم الرب. لا تقل في قلبك حين يطرد الرب إلهك الأمم من أمامك وجهك قائلا: لأجل بري أدخلني الرب لأملك هذه الأرض الصالحة مجدا للثالوث الأقدس. أيضا من صموئيل النبي بركاته علينا آمين: وجمع الفلسطين جيوشهم للحرب، فاجتمع في سكو التي ليهوذا، ونزلوا بين سكو وعرزيقة في أفس دميم. اجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطم، واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين، وكان الفلسطينيين وقوفا على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا أرشفيا، وزنه 5000 شاقل نحاس، وجرموقا نحاس على رجليه، وحربة نحاس بين كتفيه، وقناة رمح كانول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. ووقف ونادى صفوف إسرائيل: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الإفراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى، وله 8 بنين. وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب: ألياب البكر، وأبي نداب ثانيه، وشما ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. قال يسى لداود ابنه: خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 الخبزات، واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 القطعات من الجبن قدمها لرئيس 1000، وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطم يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى، وأتى إلى المتراس والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف. فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة، وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذ برجل مبارز اسمه جلياط الفلسطيني من جت صاعدا من صفوف الفلسطينيين، وتكلم بمثل هذا الكلام. فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل وهربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير إسرائيل؟ هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه ابنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فسأل داود الرجال الواقفين معه: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذاك الفلسطيني؟
ويزيل العار عن إسرائيل، لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ كلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. وسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لترى الحرب. فقال داود: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام. رد له الشعب جوابا كالجواب الأول، وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضروه. فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاه من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فمه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحدا منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثيابه، وجعل خوذة من نحاس على رأسه، وألبسه درعا. فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه، وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه وأخذ عصاه بيده، وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي، وجعلها في كنف الرعاء الذي له، أي في الجراب، ومقلاعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني. واقترب الفلسطيني إلى داود وحامل الترس أمامه، ولما رأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر وجميل المنظر. قال لداود: ألعلي أنا كلب حتى تأتي إلي بعصا؟ ولعن داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. وقال داود: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخرج منه حجرا ورماه بالمقلاع، وضرب الفلسطيني في جبهته، فانغرز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر، وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فرقد داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله
وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عكرون، فسقطت قتل الفلسطينيين في طريق شعريم وإلى جت وإلى عكرون. ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى بها إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. ولما رأى شاول داود خارجا للقاء الفلسطيني قال لأبنير رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام يا أبنير؟ قال أبنير: حياتك أيها الملك لست أعلم. فقال الملك: اسأل ابن من هذا الغلام. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني أخذه أبنير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيني بيده. فقال له شاول: ابن من أنت يا غلام؟ فقال داود: ابن عبدك يس البيت لحمي. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه يوناثان كنفسه، فأخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع إلى بيت أبيه. وقطع يوناثان وداود عهدا لأنه أحبه كنفسه، وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته، مجدا للثالوث الأقدس إلهنا إلى الأبد أمين. أيضا من أشعياءنا بركات علينا أمين. وحدث في أيام أحاز بن وسام ابن عزية ملك يهوذا، صعد رسين ملك أرام مع فاتح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربة أهلها، فلم يضروا على محاربتها. وأخبر بيت داود وقيل أن أرام قد وافق أرام وسلمه، فطرب قلبه وقلب شعبه كما تحرك شجر غاب إذا حركت الرياح شديدة. فقال رب الأشعياء: أخرج لملاقاة أحاز أنت والشار يشوب ابنك إلى آخر البحيرة العليا التي عند مزرعة القصار، وقل له: احترز وأسكن ولا تخف ولا يرجف قلبك من ذنب هاتين الشعلتين المحترقتين، لأنه إذا اسج غضبي فإني أيضا أنجي، ولا يهول شدة غضب رصين ملك أرام وابن رملية، فإن ابن أرام وإفرايم وابن رملية قد تأمروا عليك ومؤامرة سوء قائلين، نصعد إلى مدينة يهوذا ونستأصلها ونقربها ونملك عليه ابن طبائيل، هكذا يقول رب الصباؤوت: لا تثبت مؤامرتهم ولا يتم كلامهم، لأن رأس أرام دمشق ورئيس دمشق رصين، ومن بعد 65 سنة يسقط إفرايم من شعبه، فلا يبقى ورأس إفرايم سامرة ورأس السامرة ابن رملية، وأنتم وإن لم تصدقوا لا تثبتوا. ثم أن رب عاد القول على أحاز قائلا: سل آية من الرب إلهك، من العمق أم من العلو من العلو؟ فقال أحاز: لا أسأل ولا أجرب الله الرب. ثم قال: اسمعوا يا آل بيت يا داود، أقلي عندكم هذا؟ تتعب الرجل وكيف تتعبون الرب أيضا؟ من أجل ذلك يعطيكم السيد نفسه آية: ها أن العذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، مجن للثالوث القدوس. أيوب الصديق بركاته علينا جميعا أمين. فأجاب سوفر النعماني وقال: من يقول كلاما كثيرا لا يجاوب عليه، المفوه يظن كلامه حق، مبارك مولود المرأة القصير الحياة، تكسر كلامك ولا يحاججك أحد،
ولا تقل إني ذكي وبلا لوم أمامه. ليت الرب يكلمك ويفتح شفتيه لإجابتك بأي نوع ويخبرك بقوة الحكمة لأنها خفية عنك. حينئذ تعلم أن الرب يطالبك عما استوجبت خطاياك التي صنعتها. لعلك تقدر أن تعرف غور طريق الرب أو تسلك أقاصي ما صنعه الضابط الكل. وأعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل؟ هو أعمق من الجحيم فماذا تعمل؟ مداه أطول من الأرض وأعرض من البحر، انبسط بأحد وأغلق عليه، فمن يقول ماذا عملت؟ لأنه يعلم أعمال المخالفين. وإذ نظر الاسم فلا ينساه، أما الرجل عديم الفهم فبذلك يتعقل كجحش الفراء مولود المرأة. لو إنك أصلحت قلبك ونقيت وبسطت إليه يديك وجنبت الظلم الذي فيك ولم يحل الإثم مسكنك، فحينئذ يضيق وجهك مثل ماء طاهر نقي من الدنس، فلا تخف وتنسى مشقتك مثل مياه قد عبرت، بل تكن صلاتك مثل نجم الصبح وحياتك تقوم مثل الظهيرة. حينئذ تثق فيكون لك الرجاء، في الهموم والخوف يكون لك سلام واطمئنان، وليس من يحاربك ويرجع كثيرون ويسألونك الخلاص ويتبعونه. أما رجاء المنافقين فيهلك وتظلم أعينهم وينحلون مجدا للثالوث الأقدس. نستحق سماع نجيلك المقدس ونحفظ وصاياك وأوامرك ونثق فيها 130 بالمسيح يسوع ربنا. صلوا من أجل الأحياء يا رب وارحم. صلوا يا رب مرضى شعبك. صلوا من أجل المرضى يا رب وارحم. صلوا يا رب أبانا وخذنا المسافرين وطامي الأوطان بسلامة وعافية. صلوا من أجل المسافرين يا رب وارحم. ارحمنا يا الله إله ضابط الكل. ارحمنا يا الله مخلصنا. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. يا رب أهوات السماء وثمرات الأرض باركها. صلوا من أجل أهوات صالح وثمار الأرض يا رب ورحم. اشكر يا رب مياه النهر بارك حصادها كمقدارها. صلوا من أجل صعود ميل النهر وارتفاعها كمقدارها يا رب ورحم. نينا نبنوتي فيوت بيبان دكراتور. أين نفنوتي بن سوتير؟ أين نفنوتي ون أين؟ يا رب خلاص الناس والدواب. صلوا من أجل نجاة الناس والدواب يا رب ورحم. يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك الموضع كل ديارات أبان الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وهذه المدينة يا رب ورحم. اشكر يا رب رؤسائنا محبي المسيح. صلوا من أجل ملوكنا محبي المسيح يا رب ورحم. نحني ركبنا. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. نقف ونحني ركبنا. ارحمنا يا الله مخلصنا. ثم نقف ونحني ركبنا. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. و
قل يا رب المسبيين أجهم جميعا. صلوا من أجل المسبيين يا رب ارحم. قل يا رب أبانا أخواتنا الذين رقدت نحوهم عن أرثوذكسنا حفوسهم أجمعين. صلوا من أجل المتنيحين يا رب ارحم. قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر الذي من السماوات. صلوا من أجل الصعيد والقرابين يا رب ارحم. نينان ابنوتي فيود بيبان دكراتور. نينان ابنوتي بن سوتير. إيه أنستومين فينومين تغنوت. نينان ابنوتي ونينان. قل يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم. صلوا من أجل المتضايقين يا رب ارحم. قل يا رب موعوذي شعبك ارحمهم. صلوا من أجل الموعوذين يا رب ارحم. ثبتهم في الإيمان بك كل وقت أبدت الأوثان انزعها من قلوبهم ناموسك وصفك وصفك حقوقك وأمرك المقدسة ثبتها في قلوبهم. أعطهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي يعظ به في الزمان المحدث ليستحقوا حميم عيد الجديد غفران خطاياهم. استخدام هيكلا لروحك القدوس. صلوا جميعا يا رب ارحم. كيري المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين والسلطار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لنك لنا تبصر أذانك لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم. أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا نذكرا في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم مرضى شعب الشيم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. أكوسميت أجيو إفانجيليو. سماروت إنجفت نيو خنفران بشوي سنتيني قوم كيليا فلوجي سونك توكاتا مثيون أجيو إفانجيليو تونان سمار. أكساسي كيريا خفة الله وانصتوا لسماء الإنجيل المقدس واسم بشارة الإنجيل المعلنة ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع أمين. من مزامير تراتير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميع أمين. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إليها وأنقذ نفسي من الموت عيني من العبرات الليلويا. بارك الآتي باسم الرب اسم ربنا وإلهنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ثم صرف الجمع وركب السفينة وجاء إلى تخوم مجد الودنا إليه الفريسيون والصديقون يجربوه
فسألوا أن يريهم آية من السماء فأجاب وقال لهم إذ جاء المساء تقولون هكذا السماء صحوا إذ إنها محمرة وفي الصباح تقولون أن اليوم شتائن لأن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وك السماء وأما علامات الأزمنة فلا تعرفونها الجيل الشرير الفاسق اطلب آية فلا يعطي آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى ولما جاء تلاميذ ولا العبر نسوا أن يأخذوا خبزا لهم فقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين وفكروا في نفوسهم قائلين أننا لم نأخذ معنا خبزا فلما علم يسوع قال لهم لماذا تفكرون في نفوسكم يا قليلي الإيمان إنه لا خبز عندكم أفلا تعلمون حتى الآن ولا تذكرون الخمسة الأرغفة للخمسة آلاف وكم قفة أخذتم ولا للسبعة الأرغفة للأربعة آلاف وكم سلة أخذتم كيف لا تفهمون إني ما قلت لكم عن الخبز قلت لكم احذروا من خمير الفريسيين والصدقيين حينئذ فهموا أنه لم يوصهم أن يتحذروا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقيون والمجد لله دائما ابن يوت تخن في الله مرفت ظن جيب كران مارسي جتك مت أورو جفق ببيوشاني نجيب فز مروت جيب يوت نمشيرين أمبم نما إث أوابتي أتري أسر جيك فولتن وأشتم مستنتي أوناس مكليتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين Christos Jesus ben chois e falas momento creio clinati non vion so kireie pros comencio meta fu fu amin erini posi e domne mati so أن يخطر الخطاء الأرض أربطك لكل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا مخد البشر أن عبيدك وتوضع في رحمة الخنين برؤوسنا المجد المقدس ارزقنا رب رحمتك وعلنا كل ربطات خطايانا وكنا نسأل عليك سيد عالم زي العلم يزع القلب الفعل وبالقول وبسأل القلب أنت صالح ومقبل البشر انعم علينا رب بغفران خطايانا وطهرنا باركنا حللنا وحلل كل شعبك املانا من خوفك ومراتك يا لايسون كيري يا لايسون كيري يا لايسون من الليل يا دوك سابتري كأيو كأغيوم نفماتي كنين كأي كستوس اونستون اونن آمين تن اوشيفورن قوين مجيو بن شويس إيسوس بخريستوس إرنستفين ريكو رهمين هون مهمكور شاين تفسوتن خنين نوفي صوتي امونو ونينان كيري يا لايسون كيري يا يا خريستوس في نوتي اللهم اجعلنا مستحقين ونقول بالشكر يا بين الذي في السماوات حبك الله الاب نعم
To you, my peace I leave with you, my peace I give unto you. As the world gives unto you, let not your heart be trembled, let it be afraid. You have heard how I said unto you, go away and come again unto you. If I loved me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than me. Now I have told you before it comes pass, that when it comes to pass, you might believe. I will not talk much to you, so this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does not bear fruit, he pruns, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. Glory be to God forever. Amen. Glory be to God forever. Amen. And the mouth of Abjack and Sultan and your Holy Spirit, the Lord, whom you sent forth upon your disciples and apostles in the third hour, do not take away from us, O good one, but renew him within us, great and meek in heart, O good one, but renew right spirit within me, do not cast me away from your presence, and do not take your presence, the Holy Spirit, away from me. Sabbath, Rike, Eoke, Agium, Nevmati. O Lord, send down your spirit. The third out of the take him away from us. O good one, we ask you to renew him within us. O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, the Lord, right and life giving Spirit, a spirit of prophecy and trust, a spirit of holiness, righteousness and authority, O the Almighty One, for you are the light of our souls, O we give light to every man that comes into the world, have mercy on us. O Theotokos, you are the the apostles for the salvation of our souls. Blessed is the Lord, our God, blessed the Lord day by day. He prepares our way for us, God of our salvation. Amen. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة ألما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام ألما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كنينك وإنك سوسي ونصون آمين ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
اللهم اسمعنا وارحمنا فلنا خطايانا امين كرياليسون 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 قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض من باتين مجدك ورحمتك ارحمنا يا الله الآب بابتك الأيا والسلوس القدوس ارحمنا يا رب إله قواتكم معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيق قواتك اللي واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا عنا معرفة وادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا رحمتك جعلنا مستحقين ونقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات فيسهل يا أخي نفران من فيوت مبشير ينفق من مواثواب ونوت وتمين تسبحات وصلوات الساعة السادسة من نهار بارق دم المسيح ملكنا ولهنا مرجو أن يغفر لنا خطيئا كثيرا ترتيل مزامير أبينا داود نبي الملك بركات وعلى جمعنا أمين صلاة وفي اسم الفصل شوط نجيم علمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات على جمعنا أمين. The multitudes he went upon the mountain, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who were persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all those who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Glory be to God forever. Amen. On the sixth day and 6 hours was nailed to the cross. For the sin which our father Adam dared to commit in paradise, hear then right of our sins, O Christ our God, and save us, I cry to God. And the Lord, hear me, God, hear my prayer. Do not refuse my petition, be attentive to me, and hear me in the evening, in the morning, midday. I say my words, and hears my voice, and delivers my soul in peace. O Jesus Christ our God, who was nailed to the cross in the 6 hour, and killed sin by the tree, and by your death you made alive. The dead man whom created with your own hands,
and I died in sin, put to death our pains by your healing and life-giving passions. And by the name which you earned, rescue our minds from filthiness of the earthly deeds and worldly lusts to the remembrance of your heavenly commandments, according to your compassion. Since we have no favor, no excuse, nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, Theotokos, the Virgin, for abundant acceptable of your intercession with our Savior. O Holy Mother, exclude sinners from your intercession with him whom you bore, for he is merciful and able to save us. Because he suffered for us to deliver us, let your compassionate feet reach us. For we are exceedingly humbled, help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins for the sake of your holy name. Amen. Your own salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretched your holy hands on the cross. Therefore, all nations cry out, saying, Glory be to you, Lord. Worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins. O Christ our God, for of your will, you were blessed to be lifted up onto the cross. To deliver those whom you created from the bondage of the enemy, we cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. Amen. You are she who is full of grace, O Theotokos, the Virgin, we praise you, for through the cross of your Son, it fell down, and this was shied, we were dead, but we arsed and became worthy for eternal life and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ our God. اللهم اسمعنا وارحمنا فانا خطانا امين كريا ليسون 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 قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض وأتان مجد كرام أمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله قوتكم معنا لأنه ليس لنا معين في شيء إذن ضيقات مسواك حل الوقت وأصبح الله عن سيئات صنعناه بإرادتنا صنعناه بغير إرادتنا فعلناه بمعرفة فعلناه بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب اغفر لنا اسم القدوس ليسد علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا فإسم الله خنفران في وقت مبشير في قنوة وثواب ونوت نوت أمين تسبحات وصلوات ساعة تسعى النهار بارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا الروح في خطايانا كثيرة من تراتيل المزامير بينا داود النبى الملك بركات ولجمعنا أمين
And the apostles, when they had returned, told him all that they had done. Then he took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida. And the multitudes, when they knew it, followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. And when the day began to wear away, the 12 came and said to him, "Send the multitudes away that they may go into the town and country round about and lodge and get provision, for we are here in a deserted place." But he said unto them, "You give them to eat." And they said, "We have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people," for they were about 5,000 men. And he said to his disciples, "Make them sit in groups of 50. And they did so, and they made them all sit down. And then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to the heavens, he blessed them and broke, and gave to the disciples, set before the multitude, and they ate and were all filled. And 12 baskets of the remaining fragments were taken up by them. Glory be to God forever. Amen. To my shortest was and pick out an athos. The death in the flesh in the 9th hour for our sake, we the sinners. To death our carnal lust, O Christ our God, and deliver us. Let my supplication draw close before you, O Lord. According to your word, give me understanding. Let my petition come before your presence. According to your word, revive me. O you who commended the Spirit into the hands of the Father as you hung on the cross in the 9th hour, and guided the thief who was crucified with you into entering the paradise, do not neglect me, O good one, nor reject me, I, the lost one. Sanctify my soul and enlighten my understanding, and allow me to be a partaker of the grace of your life-giving mysteries. When I taste of your benevolences, I offer you praise without lukewarmness, longing for your splendor above all things, O Christ our Lord, and deliver us. Amen. O you who was born of the Virgin for our sake and endured crucifixion, O good one, and abolished death by your death and manifested resurrection by your resurrection, O God, do not turn away from those whom you have created with your own hands, but manifest, O good one, your love for mankind, except from your mother, and intercession on our behalf. Deliver, O Savior, a humble people. Do not leave us to the end, and do not forsake us forever. Do not break your covenant, do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved, Isaac, your servant, and Israel, your saint. Amen. الإله اعترف لسعى الصليب يقبلنا إليك يا صالح نحن مسببين حكم الموت بعد خطايانا نقول بختنا مع معترفين بريتك ونصف مع الجميع عن قائلين اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك كانين كأيك استوسي ونستوني أدن آمين عندما نظرت بعد الحمل والرعى مكتس مع الصليب معلقا قاس وهي باكية أما العين فرح يقول خلاص أما حشافة التيب عند نظر يصر بوتك الذي أنت صبر عليه من أجل كل ابن وإلهي اللهم اسمعنا وارحمنا وافتنا خطانا امين كريا ليسون 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 Kriya lay son, Kudus,
جعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك. شويسنا لأخ نفران وفيوت مبشيرين تفهم وثواب ونوتي نوت أمين تسبحات وصلوات الغروب النوم للنهار بارك للمسيح ملكنا ولهنا ثلاثين مزامير أبينا داود نبى ملك بركات وعلى جمعنا أمين. معلمنا ماري لؤى البشير التلميذ الطاهر بركات وعلى جمعنا أمين. Robin entered Simon's house and Simon's mother was taken with a great fever and they requested him concerning her. And he stood over her and rebuked the fever and it left her. And immediately she arose and served them. When the sun was setting, all those who had any sick with diverse diseases brought them unto him. And he laid his hands on every one of them and healed them. Devils also came out of many, crying out and saying, "You are Christ, the Son of God." And he rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that he was Christ. God forever, amen. To our share, so thank you, to our and thank you, my Lord, Jack, your soul, to my name. Thought the circle in the hour, and hard, and I لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأني أنا زبلا سامح بالبي وبالخطايا اجتهتني فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكن أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قالا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية لأن أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من النهار وفات فلا نتكل على غنى رافتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك أصرخ يا رب تخشع يا بتا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أودع لك ابنا بل اجعلني كأحد وجراء ثانيًا كعيك سوسيون سونيون آمين من بحرص ونشاط فعلت ولكل خطية بشوك واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت هيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليك أتضرع بك أستشفى وإياك أدعو أن تساعديني لا اللغزة وعند مفارقة نفسي من جسد احضري عندي ولمؤامرة الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم اغلق لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحق قدوس الله قدوس القوي حي لا زال يموت صرف عنا ارحمنا موت من المجد الاب والابن والروح القدس كلهن ولا دار الدور كلها امين يسر سكوتنا يسر سكوتنا يا رب الى القوات معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا ودقاتنا سواك الوصف لنا يا الله انت لطفنا نابر أن معرفة لتبنى غير معرفة الخفية والظهرة لنا من اسمك القدوس الذي دعو علينا
ذلك الأرض لنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين إلينا ولا تدخلنا رب في تجربة لكن من الشرير بمسك ربنا أن لك الملك السلام لك نسأل قديس أمت على مجد العذراء كل حين السلام لك سألك تذكرين الشفاء المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح دكساس هيوثي وسم فصل مشاعة الإنجيل معلمنا ماري لؤل بشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا أمين الإنسان كان بأورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل روح قدس كان علي وقد أحيا بالروح القدس إنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب وأقبل بالروح إلى هيكل لما دخل بالطفل يسوع أبوه ليصنع عنه كما يجب في الناموس ملأه سمعان عزرعيه وبارك الله قائلا والآن يا سيد عبدك بسلام طب قولك لأن عيناك أكثرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما تنشور استوصنتك وتنعثوس أنت بنمث وأبجاك صوتي ونينام لكن توبي نفسي من الأرض ساكن أن نطرأ في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل أن عدم الرقادر كسب الظهر على المخلص بالتوبة قال اللهم ارحمنا وخلصني فبتريك أيوك أجيب نماتي لو كان الأمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك نفس حاجة واضحة لكن إذا انكشف تفعلك رضيا وشرورك القبيحة أمام دين العادل في جواب تجيبي وأنت على سرير خطايا من طرحة وفي أخضاع جسد متهاونة أيها المسيح لهنا كل حكمك المروب أفزع والمجل زينون وتكفت على النور فعله تفزع أنا الشخير متدنس الراق على فراش المتهاون في حياتي لكن نتفق صورة العشر قال على صدري قال أنا مغفرني أنا الخاطي أنين كعيك سوسي ونسوني أون آمين عزرات فرز بليزل يلمعون على عبدك إذا مغضى الأفكار الرديعة عني ونهد المريضة للصلاة والصهر أنا صغط كتبات عميقة ومقدر أحيب ومعين والدي أنبع الحياة ملك النور الحقيقي ونما جادك أيتها على الزرار أنك قلت لنا مخلص العائلة أبشر الناس قلت لنا مخلص ارحم يا رب ارحم يا رب حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب عبد الكل خالق السماء والأرض يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق لا حق مولود غير مخلوق نساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس طلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقراكم مستانس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس من كفاك ضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحمد بسك من الآب أسجد لهم نجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة الجامعة الرسولية أعترف معبودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين يا حمل الله وحمل خطية العالم اسمعنا وارحمنا وفرنا خطايانا آمين كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا ورحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا
كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون اسمعنا ارحمنا كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا كرياليسون 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 قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا ثالوث قدوس ارحمنا يا الرب القوات معنا انها ليس يا الزهراء يا رب اغفرها لنا من الذي دعوا لعينك بين الذي موعد وقون وطاي وطاي ونمقون تيبا مجات رياس فيوت نمبشير ينفبنا وعيث قواب وهيرين نمو كوت جنتو يما بطسيث قواب انكاثوليك نفستوليك انكليسية انت فنوتي امين عريف مابي بشويس نيطبين راك يخولنا يذول ونم نيطبين ويقول ونم نيطبين ويفول هيتوتو Moino tirum pve kife vol chenni fe ui. Jesus per Christus per choice. Amen. Smart.
وتنجيفك من وثواب باراكليتون. آمين. إثبتي راجيوس إسيوس آجيوس إن إبن باجيون. آمين. Logitos Kyrios Osios Esos Ionas Amin Esos Tiros Moeb Shois Maroes Moer Vdenile Osiro Jabef Naita Groirigon Otemis Min Teb Shois Shob Shaini Amin Alleluia Sabat Rike Eyoke Agiom nevmati kenin kai ke estose onastone onon amin alleluia shleil ebi evrosef ki sasite ireni posi et omnevmati so Chapelle, tout un prépétonné, fonait, nous tuot, un penchois, open nous tuot, pensotier, et sous, per Christos. Jaffers, que pas un égon, fréquentiné, au chapitre, fauteur, soeron, afti, tout est ralent, en charé, taille, ou nous, taille, en sophon, marentier, faupos, en toile, eron, en paith, ou affaire, notiron, tepiron, En herini venge fi panto creatore choice pennuti. Crucifix asti. Kyrie eleison. Fni ver choice fnuti fi panto creator. Teotem pen choice o pennuti o pen sotire. Isos fe Christus. Meshkoruk. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة ضبونك ارحمنا الله واطراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسراره المقدسه المباركه لمغفرات خطايانا يا رب ارحم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو لا تدخلنا في قديس آمين جاءتو ابن إما آتي إيسو نفسنتي خنيتو إث أواب I've choice مييني بيلينتس يون إهوتيني ما إن شوبي تيرون تي ياكوب أبسا جذ في تنهان في أوي إفتايوت تي فاكين تي إبنوتي الليلويا سيون تي مبناغوس جي أورومي نم أورومي أبشو في إنخيت أوهن طبت تشوسي أبهي سنتي أموس شائني ألي لويا
شغنات نای نان بنوتی ویوت بی پانتو کراتور انستو مین کلینو مین تغنات نای نان بنوتی پنسو تیر Και αναστομήν, κλεινομήν τα γονάτ. Νάιν αν ευνότο, νάιν αν. Κύριε الشعب كله ضعف فلنكون محللين فم الثلوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افال 12 رسول فم نواد الله الانجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد بطرار قديس سيروس مديس كولوس قديس اثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم الشد رئيس الكهنه قديس حنا ذهب الفم قديس كريلوس قديس فاسيليوس وريس كوث 318 تابنق الخمسين بالقسطنطينية المائتين بأفسس من الباب الأنبا تغدرس الثاني فمحقارتي فنعملوا مجدا اسمك القدوس يا الآب والابن والروح القدس الآن وكل من ظهر الدهور كلها آمين servant of our Lord Jesus Christ called to be an apostle appointed to the gospel of God. Called
Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are the body also. Marriage is honorable among all, the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried about the various and strange doctrines. For it is good that the heart be established by grace, not with food which have not been profited, those who have been occupied with them. We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sins are burned outside the camp. Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. Therefore let us go forth to him outside the camp bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek the one to come. Therefore by him let us continually offer in sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. But do not forget to do good and to share, for the such sacrifice God is well pleased. The grace of God the Father be with you all. Amen. لكم فرصة من رسالة معلمنا ماري بارتوس الرؤول البركات على جميعنا أمين. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا وأصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعضا شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان الله يتكلم أحدا فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحدا فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. آمين. أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتكم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول، وأما نفعل مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. آمين. Oh, 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 oh
piečeli ilnem piesto ojentepei. Ei, 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 Acts of our fathers, the apostles, may the blessing of us all, amen. A reading from our fathers, from the Acts of our fathers, the pure apostles who were invested with the grace of the Holy Spirit, may their holy blessings of us all, amen. And it pleased the apostles and elders with the whole church to send chosen men of their own company to Antioch, with Paul and Barnabas, namely Judah, who has also named Barnabas as Silas, leading men among the brethren. They wrote this letter by them, the apostles, the elders, and the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia. Greetings. Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words unsettling your soul, saying you must be circumcised and keep the law, to whom we have no such commandment. It seemed good to us, being assembled with one accord, to send chosen men to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who also report to the name things by word of mouth, where it seemed good to the Holy Spirit and thus to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols from the blood, from things strangled and sexual immoralities. We have yourselves from these, you will do well, farewell. So then when they were set off, they came to Antioch, and when they had gathered the multitude together, they delivered the letter. When they had read it, they rejoiced over the encouragement. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, and be confirmed in the Holy Church of God. Amen. Amen. اليوم السادس من شهر برمهات المبارك أحسن الله استقباله وعدوا علينا وعليكم رحمة أخوي الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أخوتي أمين. مثل هذا اليوم استشهد القديس ديوسقورس. ولد هذا القديس بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين، وقد حدث له أن ترك الإيمان المسيحي ودخل في ديانة العرب، فلما سمعت به أخته حزنت حزنا عظيما وأرسلت له رسالة من الفيوم تقول: لقد كنت أشتهي أن أسمع خبر موتك وأنت مسيحي، ولا أسمع خبر حياتك وأنت بعيدا عن السيد المسيح إلهنا. فتأثر من رسالتها وبكى وقام ورشم على وجهه علامة الصليب وشد على وسطه بزنار وقام ومشى في شوارع المدينة، فلما رآه الناس هكذا أمسكوه وسلموه للوالي، فسأله عن ذلك، فأجاب القديس قائلا: إني ولدت مسيحيا وأموت مسيحيا ولا أعرف غير هذا. ضربه الوالي كثيرا ثم حبسه، ولما لم يقدر عليه أمر بحرقه فحرقوه خارج المدينة ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس سأودوتس الأسقف المعترف. كان هذا القديس أسقفا على مدينة كرونسوس التي في جزيرة قبرص. اعترف بالسيد المسيح أمام الوالي يوليوس أيام الإمبراطور دقلديانوس،
وطلب منه الوالي أن ينكر إيمانه بالسيد المسيح ويقدم البخور للأصنام فرفض، فأمر بتعذيبه بالجلد وتمشيط جسده بأمشاط حديدية، ثم وضعه في السجن إلى أن تملك الإمبراطور قسطنطين وأطلقه مع من جملة المحبوسين، وعاد إلى كرسيه وداوم على رعاية شعبه الذي اؤتمن عليه. وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Agios o Theos, Agios Yesheros, Agios Athanatos o Ek Parthenu, Genetis Elei Sonimas. Agios o Theos, Agios Yesheros, Agios Athanatos o Stavrotis Dimas. Agios o Theos, Agios Yesheros, Agios Athanatos o Anastasekton, Nekron ke anelthon Yestos Uranos eleison imas. Doxe Petri ke eio ke agio pnevmati, Kenin ke ai ke sto theona sto neon. Amin agiatrias eleison imas. Ευρωσευχή στα σύντη, ήρενη πόση και το νεύμα τη ζω. Αγιο Σέδε Ρόμπι, ο Αλμεσίχ, ηλέχουν ελεύθερη χάτα από την Εμίδα Κοντισίν. Βαρούσλι Λατάρ, μου καραμίνα κάλε νεμπιάν, ο Αμπράρεν Καθιρίν. Εστέχον για ρουμέντουν τα ράουνα, λεμιαρών, για σμάουμέντουν τα σμάουνα, λεμιασμάου. أما أنتم فطوب لهم كلنا تبصر أدين كلنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. Remember also our master والدوس بيد us to remember them in our supplications and prayers which we offer upon to you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Te metavovo zeo akosomento agio evangelio. Smarut in jefes niochen efraim choice in tenigum kirie flugison ktukata lokan ageio evangelio tonanus mar. Oxasi kirie. بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من الإنجيل معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطائر بركته على جميع تراتيل أبينا داود النبي الملك بركاته علينا آمين.
الرب يجلس ملكا إلى الأبد، الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم. مثل آخر، هل يقدر أعمان يقود أعمى؟ أما يسقط كلاهما في حفرتين؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، فليكن كل واحد مستعدا كمعلمه. لماذا تنظر القذافي عين أخيك؟ وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تستطيع أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القزا من عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ أيها المرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزا من عيني أخيك، لأنه ليست شجرة جيدة تثمر ثمرة رديئة ولا أيضا شجرة رديئة تثمر ثمرة جيدة، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها فإنه لا يجنى من الشوك تينا ولا يقطف من العليك عنبا. الرجل الصالح من كنز قلبي الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبي الشرير يخرج الشر، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم. لماذا تدعونني يا رب يا رب ولا تفعلون بما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أعلمكم من يشبه رجل بنى بيتا وحفر وعمق وضع الأساس على الصخر، ولما حدث سيل صدم النهر ذاك البيت فلم يقوى على أن يزعزعه، لأنه كان مؤسسا على صخرين. أما من يسمع ولا يعمل يشبه رجل بنى بيتا على التراب بغير أساس فصدمه النهر فسقط لوقته، وكان سقوط ذلك البيت عظيما. فالمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل نعمته وبركته الان وكل وين ظهر ظهور كلها امين. زي ما احنا متفقين انه من بدايه الصوم اتفقنا ان الصوم
هو إعلان للملكوت أو اكتشاف جزئي للملكوت. الكنيسة عشان تساعدنا إن احنا نكتشف الملكوت أو نبتدي الملكوت بتدينا وسائل أو بتدينا طرق إنه نتقدم خطوة بخطوة أو نتحرك حركات روحية في اتجاه الملكوت. واللي فينا بيتابع القرايات كويس ومركز كده في وقت الصوم هيلاقي إن كل يوم الكنيسة بتسلمنا سكة أو بتسلمنا خطوة. كنت بتكلم مع الخدام امبارح إنه الأسبوع ده بالذات الكنيسة سلمتنا فيه أدوات روحية كتيرة خالص. كل يوم في أداة روحية أو في وسيلة روحية الكنيسة سلمتها لنا عشان نبتدي نكتشف الملكوت، عشان نبتدي نحيا الملكوت. لمتابع القرايات يوم الاثنين الكنيسة سلمتنا أداة الصلاة أو سلاح الصلاة. إنجيل يوم الاثنين كان بيتكلم عن قال لهم مثلا لكي يصلوا كل حين ولا يملوا. الكنيسة في وقت الصوم بتزود جرعة الصلاة شوية، جرعة القداسات تزيد، جرعة المزامير تزيد. فكل ما نزود الجرعة دي كأننا بندوق جزء من اللي هنعيش فيه على طول في السماء. السماء كل الوقت فيها فيش مشغولية غير بالتسبيح، حياة صلاة دائم وحياة تسبيح دائم. يوم الثلاث الكنيسة تكلمت عن أو الإنجيل اتكلم عن فكرة عمل الرحمة وفكرة عدم الاقتناء. وتكلمنا عن الفكرة دي قبل كده في مرات قبل كده، إنه في السماء مفيش أي حاجة هنقتنيها غير المسيح، مش كده؟ حد هيطلع مع السماء مع حاجة؟ حد في السماء هيبقى مشغول برصيده اللي في البنك؟ حد هيبقى مشغول بحوش كام؟ بدولابه فيه هدوم قد إيه؟ بأي مقتنيات؟ مفيش أي مشغولية في السماء غير بالمقتنى الوحيد اللي هو اقتنائنا للمسيح، ملكنا مع المسيح. يوم الثلاثة الكنيسة تتكلم عن تبعية المسيح المشروطة بعدم القنية. إن أنت عشان تبقى تابع حقيقي للمسيح وتكتشف السماء وتبتدي تعيش الملكوت، ابتدي شوية اخرج برا نفسك واعمل أعمال رحمة وقلل من مقتنياتك اللي ملهاش لازمة. امبارح كان الكنيسة بتتكلم عن الإفخارستية، عن إشباع الجموع، وده بيرمز لجسد المسيح ودمه. ودي شجرة الحياة اللي هناكل منها إلى الأبد في السماء. كل ما نتناول إحنا بناخد عربون الملكوت. وده الوعد اللي ربنا ادهولنا لما قال من يأكلني يحيى إلى الأبد، من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيى إلى الأبد، من يأكلني يحيى بي. وربط بين التناول من جسد المسيح ودمه وبين الأبدية. فكل مرة أنت بتتقدم لجسد المسيح ودمه أنت بتتقدم خطوة للأبدية، أنت بتدخل جوه فكرة الأبدية، أنت بتكتشف الأبدية. وبرضو الكنيسة أثناء الصوم تزود القداسات وتشجعك أنك تحضر قداسات أكتر طول ما أنت بتقضي فترة الصوم عشان تبقى بتدوق اللي أنت هتعيشه في السماء، بتدوق اللي أنت بتجربه في الأبدية، إنك بتاكل من شجرة الحياة. امبارح يوم الخميس كان الإنجيل بيتكلم عن حفظ الوصية، عن كلمة الله، وهي برضو نفس الفكرة اللي بتتكلم عن الالتصاق الدائم بالله الكلمة. وده اللي هنعيشه في السماء، هنبقى في السماء مش مشغولين بحاجة غير بكلمة الله، مش بنسمع ومش بنشوف ومش بنعيش غير كلمة الله. كل ما تقعد مع إنجيلك، كل ما تلتصق بكلمة الله، كل ما أنت بتدوق حتى من السماء، بتدوق حتى من الأبدية، بتشوف الحياة اللي جاية شكلها إزاي. كل ما تبعد عن إنجيلك كل ما أنت بتبعد عن الأبدية. برضو أبائنا يعلمونا أنه في فترة الصوم تزود قعدتك مع الإنجيل وتكتر شوية من إنجيلك. إنجيل النهاردة أتكلم على فكرة مهمة خالص وهي فكرة العمق. الشخص اللي بنى البيت يقول كده حفر وعمق الأساس، ودي فكرة مهمة خالص تدخلك بقى في جوهر الموضوع، ما تبقاش واخد الأمور سطحية أو ما تبقاش علاقتك الروحية أو عبادتك سطحية، سواء إنجيلك أو صلواتك
أو قداسك اللي بتحضره أو عمل الرحمة اللي بتعمله ما تبقاش الأمور سطحية، لأنه لو أنا بمارس كل الممارسات دي بطريقة شكلية أو بطريقة سطحية أنا ما دقتش السماء، أنا ما دقتش الأبدية. كم مرة أنت تقدر تقول أنك حضرت قداس وكنت بتقول إمتى الوقت يخلص؟ وكم مرة حضرت قداس وكنت حاسس أنك في السماء؟ الموضوع متوقف على مدى العمق اللي أنت كنت فيه. كم مرة قعدت مع إنجيلك وكنت حاسس أنك شبعان ومتمتع؟ وكم مرة قريت إنجيلك كأنك بتقضي واجب؟ الموضوع متوقف على العمق اللي أنت بتقرأ بيه إنجيلك. كم مرة مسكت مزاميرك وقفت تصلي كنت حاسس أنك فرحان وطاير وشبعان وبتكلم ربنا بجد وحاسس بحضور حقيقي لله وأنت بتصلي؟ وكم مرة كانت واجب، كانت أداة واجب؟ الموضوع متوقف على العمق اللي بنعمل بيه الممارسات الروحية. بقدر ما تكون عميق في ممارستك الروحية وفي عبادتك بقدر ما تتذوق الملكوت، بقدر ما ينكشف لك الحياة الأبدية، تبتدي تتكشف لك وتدوقها واحدة واحدة. كل ما تبقى سطحي كل ما هيبقى روتين وعمل ممل وواجب مضايق ونفسك تتخلص منه وما انتش فرحان بيه، ويبقى فات عليك أيام وفات عليك صوم واسما عملت ممارسات روحية لكن في الحقيقة ما حققتش الهدف منها وإنك تكتشف الأبدية. والصوم بالنسبة لك يبقى عمل مزعج تقيل على القلب وتقيل على الجسد وتتمنى إمتى يخلص لأنك ما دقتش اللي وراه، ما دقتش الغرض منه، ما دقتش إن ده اكتشاف جزئي للسماء واكتشاف جزئي للأبدية. كنيسة بتزقنا كده واحدة واحدة وبتعلن لنا عن الملكوت كل يوم في القرايات خطوة بخطوة، بتسلمك أداة وبتسلمك سلاح عشان تدوق السماء، عشان تدوق الأبدية ويتكشف لك الأبدية ويزداد اشتياقك ليها صوم عن التاني وسنة عن التاني. ربنا يدينا إن احنا نتعامل أو نمارس كل ممارساتنا الروحية بعمق. إذا بتصلي بتصلي بعمق وبفهم، إذا حاضر القداس بتحضر القداس بعمق وبفهم وبتركيز، إذا قاعد مع إنجيلك بتقعد مع إنجيلك كنت حاسس وعارف ومتأكد أنك قاعد مع كلمة الله وبتقرأ إنجيلك بعمق وبفهم، إذا بتعمل عمل رحمة أو بتعمل خدمة فأنت بتعملها وهي موجهة لله شخصيا وبتعملها بعمق وفاهم أنت بتعمل إيه، متمتع باللي بتعمله، وتلاقي نفسك خطوة بخطوة بتتحرك في اتجاه السماء وبتتحرك في اتجاه الأبدية. كل ما يوم من عمرك ينقص كل ما ينضاف لرصيد الأبدية، يخلص يوم من عمرك رصيد الأبدية يزيد وقيمة الأبدية تعلى في عينيك وتعلى في حياتك. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. Irin in tevnu tietietet shosienos nivese arenet enit chem berestos Isos ben shois achtatu, achtatu, yarav yesa Koni ev, gemon voken ateren uvi odemone choisen atko evol jepeniotet Enni fi oi maref tuvo en jepekra An mare si en jetek meturo jefok pepio u Chani ene jefes maroten jepiot nemefshirin embem nevma eso Ti etere yasen jike vol ten oshem mosten ti ona Sofia Silbros, Homen Kirielay Son, Kirielay Son, Genomes me. Bel Haki Katinomen Bilehen, Wahed Allah el Eb, David el Kol, Halak Sama el Art, Mayora, Melayora, Nomen Brabben Wahed, Yesu al Messiah. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلهك من إلهك مولود غير مخلوق نساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء
هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه كده نعم نؤمن بروح القدس رب محمد بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة المقدسة الجامعة الرسولية ونعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطأ وننتظر قيامات الأموات وحياة الدهر الآتية سامحون شليل ميرني فاسي اتوم نعماتي سو اوغا دي اترنال فوم نان كوربشن And death, which entered into the world through the envy of the devil, are destroyed by the living manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace, by which the host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth. And goodwill to all men. Pray for perfect peace, love, and the holy apostolic kisses. Lord, have mercy. Fill our hearts with your peace. Cleanse us from all blemish or guile, all hypocrisy, all craftiness and the remembrance of vice bearing death. And make us all worthy, our Master, to greet one another with the holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Great one another with the holy kisses. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yes, O Lord, our Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. O far, O far, and all the rest and those trembling, look towards the east, let us attain. To the intercessions of the Theotokos, say Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us a mercy of peace, a sacrifice of praise. O Kyrios Meta. Ki reyo
سيون كذي ك اكسيون كذي ك اكسيون كذي ك أليث صغار خن أثمي أكسيون كذكاون في أتشوب إفني ببتشوي سفنوت انت تيم أثمي في أتشوب خاقو أني أنا أوهت أوين أورو شائع أنا في أتشوب خن يتشوب قشت جنية ثبيوت في طب صمي وانت فانا مكاهين مفيوم نمني أتى انخيتو تيرو فيوت انفن شويس وفن نوتي وفن سوتي ريسوس في خريستوس فايتك صمي ومبتر في بوليتوت نيئتو نابرو نمني أتم سنافر أوان في أتم سجن بيثرونوس أنت بفؤو في أتو أشتموف يتنقم نيفينث أوان بكاسي من Oh.
joins Penuti, who formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deceit of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always with us through your holy prophets, and in the last days you manifested yourself to us, who were sitting in darkness and the shadow of death. Through your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أنعمالنا بميلاد الفقان من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا مساكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حقا صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب رسم يوما للمجازى هذا الذي يظهر فيه لدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله رحمتك يا خطايا ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لنا في مراسل أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم Amen.
Theophagios and Mathetes and Apostolos and Thoab. Evgoem, Mosjechio, Evodel Ketfetir of Igar, Pepasoma, Tona Fash, Fejantin, Oyan, Creation, Setif. Epco evol enteni novi fai aret fepa eref mevi. Fai techen omet mi ame. صيدا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا آمين وباركها آمين وقدسها آمين وإذا نؤمن ونعترف ونمجد وذاق وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا ودم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله هنا Therefore, as we also commemorate His holy passion, His resurrection from the dead, His ascension to the heavenly sitting at Your right hand, O Father, and His second coming from the heavens, awesome and full of glory, we offer unto your gifts from what is used for everything, concerning everything and everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, we worship you, oh, 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 oh. Let us attend, amen. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. وهذه الكأس أيضا
مقدما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا غفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول قدساتك طهارة لأنفسنا أجساد وأرواحنا كي نكون أسدا واحد وروحا واحد وأجل نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب ارحم التي اقتريت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أذكر يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقفة وأتراركنا الباب الأنبا تودروس الثاني يا رب ارحم الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكون يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض ومياه النهر وزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم صدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرث ولتكثر ثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عنا الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا Oh.
اسمك الوحيد نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبا الأطهار وسلبا الأنبياء والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس أملوا مجدا عذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس حنا الصادق صاحب الشهيد القديس طفنوس رئيس شمام صار الشهداء وناضل الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطر القديس سبيلوس مانيوس كورس والقديس أتناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس حنا ذابيل فم والقديس تيودوسيوس والقديس توفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالاهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الارماني والثلاث مائة ثمانية عشر متبني قرن الخمسين بالقسطنطينية المائتين بافس وسبان الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار الانبا بولا والثلاث انبا مقرات القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب أبانا بيحنس قموس أبانا ببشوي البرج والكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببول الطموح اسقال تلميذه وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيط والقول القديس أنبا موسى يحنس كام القس أبانا بدنيا القموس أبانا بيسروس القس أبانا ببخم صاحب الشركة تدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين ركضوا ربنا يحنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركات أمور مقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم نيحهم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. يا ما إلى ملكوتك
بك وبهذاك أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك، وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا. فلنشكر الله الآب ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير المائتة. Ma etho a limpi esno fettaio.